السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية التين للميت في المنام. يدل حلم حمل الميت ثمار التين أو أكلها في المنام على الخير والرزق للحالم أو لأهل الميت، فهي رسالة إيجابية تحمل معاني الخير والحب والمنفعة والنعم للحالم، فتشير إلى العمل الصالح ومساعدة الآخرين. ويدل حلم أخذ التين من الميت في المنام على زيادة الرزق وتحسن الأحوال المادية للحالم وحصوله على المكاسب والأرزاق بعد الفقر والمعاناة. يشير أيضا أخذ التين من الميت إلى الفرج القريب للشخص الذي أخذ التين. تفسير رؤية الميت هو من يأخذ التين. حلم الميت يأخذ التين بتدل على خسارة الشخص الذي أخذ منه التين، كالمرض أو الفقدان أو التراجع في مجال ما كالتراجع الصحي أو المادي، أو إشارة إلى حدوث أمر غير مرغوب به. رؤية إطعام الميت للتين. يدل حلم إطعام الميت التين الناضج في المنام على ذكر محاسنه وذكره بالخير والدعاء له، إلا أنه أيضا يدل على خسارة أو فراق أو مرض لصاحب الرؤية. إن إطعام التين الفاسد يدل على ذكره بالسوء، لكن يدل على فرق قريب لصاحب الرؤية. طلب الأب المتوفي للتين في المنام، فهذا يدل على إخراج صدقة عنه من تين أو غيره من الثمار. إذا كان الطلب بغير وقت التين أو نضوجه، فقد يدل ذلك على أنك قد تعانين من هم وغم وبعض المشاكل. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.